رئيس الوزراء إبراهيم محلب يغادر دبي عائدا إلى القاهرة ويشكر الإمارات العربية المتحدة على موقفها الداعم لمصر. محكمة جناية القاهرة تقرر تأجيل نظر إعادة محاكمة صحفي الجزيرة إلى 23 من فبراير الجاري مع إخلاء سبيل جميع المتهمين. وزارة الزراعة الروسية تؤكد أنه لا يمكن إعفاء صادرات القمح إلى مصر من الضريبة التي فرضت مؤخراً. مصلحة الجمارك المصرية والروسية يعقدان اجتماعاً الاثنين المقبل لإعداد قائمة بالأسعار الحقيقية للسلع والمنتجات المصرية لمنع التلاعب في الأسعار. مساعد وزير الخارجية السفير حاتم سيف النصر يستعرض العلاقات المشتركة بين البلدين مع وفد مجلس العموم البريطاني. الأمن يشتبك مع عناصر إرهابية أطلقت أعيرة نارية على قسم شرطة الشيخ زويد. جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة تعلن استيلاءها على قاعدة عسكرية في جنوب اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يؤكد أن اليمن ينهار مع إحكام جماعة الحوثيين قبضتهم على السلطة. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار تكفيف منابع تمويل داعش. وزير الداخلية العراقي يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لبحث جهود دعم العراق في مواجهة تنظيم داعش. عائلات الضحايا المسلمين في نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية يؤكدون أنها جريمة كراهية ضد الإسلام.